عاد رجل الدين مارتن يوحنا من هولندا إلى الموصل ليلتقي بمجموعة كبيرة من الناشطين والمثقفين والعاملين في مجال العمل الإغاثي، وذلك من أجل إقامة إفطار جماعي لهم في خيمة رمضانية جمعت المسلمين والمسيحيين في آن واحد. في نفس الوقت أنا ككوني رجل دين جاي من كنيستي من أغصان الكرمة من هولندا، حتى أبرهن المسيح أوصاني في هذا اليوم أكون قريب من أخويا المسلم، لأنه وصاني حب قريبك كنفسك. فأنا جاي أبرهن محبة المسيح لكل الأديان ولكل الأطياف، أنه نحن جايين نزرع محبتنا لاتجاه شغلة بسيطة نقدمها هو الفطور في هذه المناسبة، حتى نحسس إخوتنا في موصل نحن معكم ولا يزال معكم ولا يزال نعيش معكم. تبدو المشاهد هنا عادية، لكن الرسالة منها ليست كذلك، فنار الفتنة التي أراد الإرهاب إشعالها بين المسلمين والمسيحيين انطفأت وولى الزمن عليها، وأضاءت بدلا عنها أخلاق التسامح والتعايش والمحبة، وتاريخ التعايش في الموصل بين مكوناتها ليس وليد اليوم، وإنما يمتد عمره إلى مئات السنين. والله الرسالة اللي أريد نوصلها بأن كل إحنا نتجمع يصير قلب واحد، يعني محبة وحدة سلام. يعني هسه هو الرجل هذا مسيحي يعني، بس جمع هاي الفرق وهاي الناس للمحبة. ومن هذا المكان ستنطلق خيمة رمضانية في عموم المدينة تقدم وجبات الإفطار كل يوم لمئتي وخمسين عائلة، تعكس بهذا أبهى صور التكافل الاجتماعي بين سكان الموصل في هذا الشهر الفضيل. هي خيمة رمضان أنه نوحد الناس ونساعد الفقراء، الناس عندنا أيتام، عندنا عوائل ما تقدر تطبخ يوميا، احنا إن شاء الله راح نصل لبيوتهم وراح نوزع لهم فطور بشكل يومي. وفي أغلب المناسبات الدينية تتكرر صور المحبة والتعايش بين المكونات التي تعيش في الموصل، وشجرة المودة بينهم بدأت تثمر مرة أخرى بعد سنوات عجاف مرت بها بسبب الإرهاب. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.